السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من دورة إيتورو على مدونة المحترف. في حلقتنا لهذا اليوم سنتطرق إلى الإحالة وكيف يمكنك أن تربح المال انطلاقا من الإحالة. رجاء لا تتخيل أنك ستربح 0.5 دولار أو 10 دولار أو 20 دولار عن طريق الإحالة، لا، فالإحالة نظام الإحالة في موقع إيتورو يصل إلى 100 دولار كعمولة، يعني دعوة 10 أصدقاء يساوي 1000 دولار. هناك العديد من المسوقين من لا يقومون بالتداول في موقع إيتورو، ولكن يعملون فقط عن طريق جلب زبناء إلى إيتورو ويحصلون على عمولة. عندما أتحدث عن جلب زبناء أي أن كل مستخدم يقوم بشحن حسابه ب200 دولار تحصل أنت على 100 دولار. السؤال الذي قد تطرحه، كيف سآتي بهذا العميل الذي سيقوم بشحن حسابي ب200 دولار وسأربح 100 دولار؟ صدقني أنه توجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها عمل دعاية لرابط الريفرال لينك الخاص بك وبالتالي تشرع في الربح. ومن الطرق التي أنصحك حاليا بدراستها هي ما يسمى بالفيسبوك أدز تارجيتينج، هذا المجال الذي أصبح ينكب على دراسته العديد من الأفراد، لأن فيسبوك الآن أضحت شبكة اجتماعية ضخمة تضم ملايين المستخدمين وملايين الاهتمامات. عندما أقول ملايين الاهتمامات أي أن بينهم أشخاص يبحثون عن الربح في الأنترنت. فبإتقانك لفيسبوك أدز تارجيتين تشرع مثلا في عمل دعاية لرابط ريفرال لينك الخاص بك على الفيسبوك بمبلغ 30 دولار. نفترض أنك قمت بعمل دعاية ب30 دولار فقط، تسجل 3 أشخاص قاموا بشحن حسابهم و 30 دولار ستصبح 300 دولار، لأن 3 مستخدمين قاموا بشحن حسابهم ب200 دولار، أنت حصلت على كل مستخدم 100 دولار، يعني في النهاية 300 دولار، وهكذا. الآن في هذه الحلقة سأشرح لك كيف تتسجل في موقع إيتورو، كيف تحصل على رابط الريفرال لينك الخاص بك، وكذلك سأشرح لك كيف تقوم بعمل دعاية إعلانية مستهدفة في موقع الفيسبوك من أجل أن تجعل الرابط أكثر ظهور وتزيد فرص النقر عليه والتسجيل انت من خلالك. وفي نهاية الحلقة سأقدم لك بعض النصائح فيما يخص الإعلان بحد ذاته وكيف تقوم بعمل حملة إعلانية ناجحة على الفيسبوك وتشرع في الربح من موقع إيتورو. كل هذا نتابعه في حلقة اليوم، ابقوا معي. على بركة الله، إذا كنت مستخدم جديد فيمكنك أن تنقر على الرابط الموجود أسفل الفيديو من أجل أن تشرع في تسجيل حساب. طبعا هذه هي الصفحة التي ستظهر، وكما تشاهد هو أنه ستحصل على مبلغ 1000 دولار عن طريق دعوة 10 أصدقاء. هؤلاء الأصدقاء يجب أن يقوموا بإيداع مبلغ قيمته 200 دولار. طبعا عندما يقوم صديقك بإيداع مبلغ قيمته 200 دولار يحصل كذلك على مكافأة قدرها 100 دولار، يعني أنت تحصل على 100 دولار والصديق الذي قمت بدعوته يحصل كذلك على 100 دولار. طبعا يمكنك أن تجد في رابط أو في الأسفل شروط والأحكام، ستجد بعض القوانين التي تلزم الربح يجب عليك قراءتها حتى لا تكون تنتهك سياسة الموقع. إذن بطبيعة الحال طريقة التسجيل هي بسيطة، تقوم بالنقر هنا ليس لديك حساب وتقوم بفتح حساب سواء بحسابك على الفيسبوك أو تقوم باستخدام حسابك في الفيسبوك عفوا، أو تقوم كذلك باختيار اسم مستخدم وكلمة مرور والبريد الإلكتروني. في حالة إذا كنت تمتلك حساب على إيتورو يكفيك الدخول على eitoro.com، طبيعة الحال كما تعلمون تسجل دخولك. جيد، الآن بعد تسجيل دخولك على حسابك في إيتورو تذهب إلى مور ثم ريفر فريندز. عند النقر على ريفر فريندز ستظهر صفحة جديدة ستجد بها كود الإحالة، هذا هو كود الإحالة أو رابط الإحالة عفوا. إذن الآن سأشرح لك كيف تقوم بحملة إعلانية باستخدام هذا الرابط على الفيسبوك. إذن بعد الحصول على رابط الإحالة تذهب إلى رابط facebook.com/ads/create. الهدف من الوصول إلى هذا الرابط هو القيام بحملة إعلانية بثمن بسيط، يعني سأصرف فقط 30 دولار وسأربح 300 دولار أو 400 دولار، حسب قوة الإعلان عندك، حسب الأوبتيميزيشن. نتحدث هنا عن أوبتيميزيشن، أدز أوبتيميزيشن. على العموم
اول شيء عندما تدخل على هذا الرابط ننقر على send people to your website ثم نضيف رابط الإحالة. بعد ذلك ننقر على continue. طبيعة الحال ليس بالضرورة ان يكون فقط رابط الإحالة، يمكن مثلا ان تنشئ صفحة ويب وهذه الصفحة مثلا بها فيديو عن إيتورو يشرح الربح من إيتورو يشرح اوكي، ولا مشكلة ان تستخدم الفيديو الذي نشرته عن الربح من إيتورو الى غير ذلك. يعني يمكنك ان تستخدم هذا الفيديو وتضع في الاسفل رابط التسجيل. رابط التسجيل يعني انه هذا الشخص يعني عوض يعني ستضع رابط التسجيل الخاص بك الريفرال لينك، هذا الشخص سينقر على الريفرال لينك ثم يشرح في الربح. فقلت انه ليس بالضروره وضع رابط الاحاله، يمكن وضع رابط صفحه لك على موقع معين او الى غير ذلك. اذا عندما نضع رابط الاحاله لاحظوا معي ان في هذه الصفحه سنجد العديد من الخيارات التي تمكننا من استهداف الاعلان بشكل جيد. فبعيدا عن استهداف عن طريق الدوله كما تلاحظين يمكن ان نجعل الاعلان يظهر فقط في الولايات المتحده الامريكيه للاشخاص ما بين سن 18 سنه و 65 سنه، الجنس يعني أنت أو ذكر، اللغة التي يتحدثنا. يمكن كذلك أن أظهر الإعلان فقط للناس المهتمة بمجال أو بميدان معين. فكما تلاحظ معي في أنترس اهتمامات المستخدمين، هل الناس مستخدمين، هل هؤلاء المستخدمين مهتمين بالبزنس أو الاندستري؟ نعم، إذا سأضيفه أوكي؟ يعني انطلاقا من الاهتمامات تضيف الاهتمامات، فقط الناس المهتمين هم من سيظهر لهم إعلانك، وبالتالي لن تصرف الكثير في الإعلان، وبالتالي لن تكون هناك يعني مداخل. فنجد كذلك البيهيفيرز، التصرفات، سيرش بيهيفيرز، الناس عماده تبحث. فمثلا اذا كان شخص يبحث سواء في الفيسبوك او خارج الفيسبوك عن ربح المال او يبحث عن يعني الجيمين او اي شيء، ستظهر له الاعلانات يعني مستهدفة، الإعلانات ستظهر له في صفحة في الفيسبوك التي تتحدث عن ربح المال. يعني كذلك في البيهيفيرز تنقر على بروس وتختار يعني المجال الذي يتماشى مع إعلانك. نجد كذلك خاصية مهمة جدا وقوية وهي create a custom audience. في create a custom audience يمكن أن تنقر على web traffic وستجد أنه يمكنك كذلك أن تظهر الإعلان للناس التي زارت موقع معين أو يعني بحد ذاته أو موقع يحتوي على كلمة دلالية معينة. فمثلا نفترض شخص قام بزيارة موقع إيتورو في الشهر الماضي أو زار موقع يتحدث عن ربح المال لشخص آخر نحن لا نعرفه ويحتوي على كلمة money أو ربح المال أو يعني إلى غير ذلك. فهذا الشخص بمجرد أن يدخل إلى هذا الموقع عندما يرجع إلى صفحته في الفيسبوك سيظهر له إعلانك به اربح المال من إيتورو أو أبسط طريقة لربح المال من إيتورو إلى غير ذلك، أو اربح المال في نقرة واحدة، يعني لك أن تفكر وتخمم في العنوان. إذن في كما ستلاحظون أنه مثلا عندما سأنقر على custom combination يلاحظوا معي أنه في الرابط يقول لك traffic that meet the following condition يغل contain، الرابط يحتوي على كلمة money، أنقر يحتوي على كلمة money، يحتوي على كلمة forex، يعني أي رابط يحتوي زاره المستخدم أو يعني مستخدم لفيسبوك ويحتوي على ماني فوركس سيظهر له إعلان، الإعلان الخاص مثلا في 30 يوم الأخيرة أو 60 يوم الأخيرة، يعني قبل شهرين إذا زار شخص موقع يحتوي على ماني أو فوركس سيظهر له إعلاني. وهكذا كما تلاحظون وكما استنتجتم أن الإعلان يعني تصبح لا تصرف الكثير من المال في الإعلان من أجل أن تربح، يعني يمكن أن تربح يعني أن تصرف مبلغ قليل وتربح الكثير. يعني هذا يعني نوعا ما فيما يخص الإعلان. طبيعة الحال هنا كم ستصرف على إعلانك في اليوم، يعني يمكنك مثلا اللايف تايم بودجت، يعني البودجت ككل في الشهر ككل أو في الأسبوع. مثلا أنا سأنشئ حملة إعلانية لمدة أسبوع، الحملة الإعلانية لمدة أسبوع ستبتدئ من مثلا من ستبتدئ من 1 جون وستنتهي في 7 من جون. اذا الحملة ككل سأصرف فيها $30 يعني تقريبا $4 في اليوم اوكي، يعني لايف تايم بودجت. هناك كذلك اذا كنت ستصرف باليوم يمكن ان تختار بير داي، يعني كل يوم ستصرف $5، يعني هذا يبقى راجع اليك. انا مثلا دائما اختار لايف تايم بودجت وما اختار مثلا اسبوع، الحملة اعلانية لمدة اسبوع اصرف فيها $30 وبعد ذلك اقوم ب اضافة
طبيعة الحال هنا ستغير صورة الإعلان إلى صورة إعلان تكون أكثر جاذبية. كما تلاحظ هنا راه هنا يظهر الإعلان، مثلا سأعطيك على سبيل المثال نقوم بإضافة صورة هنا. حاول عندما تضع الصورة أن تكون مؤطرة باللون الأخضر الفاقع، لأن اللون الأخضر الفاقع هو يجلب الأنظار وبالتالي تحصل على نقرات كثيرة. دائما حاول أن تؤطر الصورة باللون الأخضر الفاقع كما ستشاهدون. كما تشاهد هذه هي الصورة، إذا حاول أن تؤطرها تأطير باللون الأخضر الفاقع، لأن اللون الأخضر الفاقع يجلب الأنظار. غير ذلك بالنسبة للهيدلاين، يعني طبعا هنا العنوان اربح المال من إطاره. اربح المال بنقرة واحدة، يعني هذا العنوان والذي سيظهر في الإعلان. وهكذا يعني ستقوم التكست كذلك، ماذا سيظهر هنا تقوم بإعداده في التكست إلى غير ذلك، ثم تنقطر على بليس أوردر وتدفع 30 دولار وتترقب النتائج. طبعا هناك من لا يمتلك المال من أجل الإعلان على فيسبوك، وبالتالي فالسؤال الذي سيطرح يعني كيف يمكنني أن أربح بدون دفع ولا مليم لفيسبوك. فالطريقة هي البحث عن المنتديات، كتابة مواضع في المنتديات ووضع رابط الريفرال لينك الخاص بك. يمكنك كذلك إنشاء مدونة على بلوجر للحديث عن ربح المال، الحديث عن فوركس، وإضافة رابط الريفرال لينك الخاص بك في إطاره. يمكن أن يعني هذه كلها طرق يعني مجانية تربح معها، ولكن الربح معها يعني يأخذ وقت طويل. يعني بالنسبة إلي الفيسبوك آدز تارجيتين هي أقوى طريقة للربح، ليس فقط من إطار ولكن من العديد من المواقع. طبعا ما شرحناه الآن فيما يخص عمل إعلان في الفيسبوك هو ليس كل ما يتعلق، أو ليس هو الفيسبوك آدز تارجيتين، لأن الفيسبوك آدز تارجيتين مجال واسع يتطلب منك الدراسة. وإن شاء الله نخصص حلقة حول الفيسبوك آدز تارجيتين في موضوع قادم إن شاء الله. بهذا أنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى سابقا أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. إذا كنتم دائما تستمتعون بحلقات إطارو، لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك تعليق إذا كان لديك أي تساؤل. غير ذلك فأنا موجود كل يوم من الاثنين إلى الخميس لإجابة على أسئلتكم التقنية على صفحة البث المباشر، فقط على الرابط الذي يظهر على الشاشة. غير ذلك فلا تنسوا أن تنقروا على زر سبسكرايب للمزيد من الحلقات، وكذلك لايك على صفحتي في فيسبوك. أضرب لكم موعد في حلقة غد بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.